السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة حوالين العمارة الإسلامية في فترة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نيجي نقول العمارة الإسلامية نلاقي أساتذتنا اللي بيدرسوا تاريخ العمارة يزعلوا مننا، يقول لك مفيش حاجة اسمها عمارة إسلامية. طيب أمال نسميها إيه عشان نخرج من الخلاف؟ يقول لك لا، ما هي في عمارة مصرية وفي عمارة ليبية وعمارة شامية، بس ما تقولش حضارة عمارة إسلامية بينما اللي يقول لك إيه العمارة الرومانية والعمارة الإغريقية. والعمارة الرومانية مش مقصود بيها العمارة في روما، لا، ده مقصود كل المباني اللي اتبنت في الفترة الرومانية، سواء كانت في البلاد الموجودة في أوروبا اللي احتلوها أو شمال أفريقيا اللي كانت تحت الحكم الروماني أو في الشام. هو بيتكلم إن في الفترة دي بدأ نوع من التعديل في فكرة البناء وفي طريقة البناء. والمقصود بكلمة عمارة إسلامية مش إن إحنا نعمل مناظرة ونقول أنا الأحسن واتعمل، لا، إحنا الفكرة عايزين نفهم طريقة تصور العمارة. يعني العمارة أيام القدماء المصريين، بلاش نقول الفراعنة، خلينا نقول القدماء المصريين، لا ننسب للحاكم، ده الحاكم هو اللي ينسب لينا. وبعد كده جت الرومان فبدأوا يبقى في تطور في العمارة وخصوصا في اسكندرية، وبعد كده جت المسيحية فحصل تطور في العمارة، استفادوا من اللي قبليهم وأثروا وعدلوا، وجت بعد كده العمارة الإسلامية زي المسجد عمرو بن العاص ومباني كتيرة، فبدأ يأثر في المباني اللي موجودة، وبدأ العمارة المسيحية تستفاد من العمارة الإسلامية، والعمارة الإسلامية تستفاد من العمارة المصرية القديمة ومن العمارة المسيحية. بعد كده جت الفاطمية من ناحية المغرب فبدأ يبقى في تطور في العمارة، وبعد كده المماليك فبدأ يصير في تطور آخر في العمارة. تيجي تشوف الشكل، تقدر تميز بين المباني اللي اتبنت في الدولة الفاطمية والحاجات اللي اتبنت في فترة بتاع المماليك، وتقدر تفرق بينها وبين الحاجات اللي اتبنت في الدولة العثمانية. كل واحد بيبقى ليه طراز خاص. فدلوقتي بقى احنا عايزين نشوف العمارة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب العمارة الإسلامية، لو انت جيت تبص عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ده يعني بداية الدعوة، فكان بسيط جدا، وبعد كده بدأ يبقى فيه مباني مخصصة وبقى فيه شكل مميز وبقى فيه شكل قبة وبقى فيه كتير جدا. ده مش في عهد الخلفاء الراشدين، ده في عهد الدولة الأموية. وإن كان في يعني دلائل بدأت تظهر أيام عمر الخطاب. عمر الخطاب لما راح دار الشام كان الوالي ساعتها معاوية بن أبي سفيان، فعمر الخطاب لابس هدوم خشنة ومقطعة ودخل شاف معاوية بن أبي سفيان موكب رهيب جدا ومباني فخمة وحاجة موكب رهيب، فأعرض عنه ومرضيش الكلام خالص. فالناس اللي حواليه اترعبوا وقعدوا يقولوا يا امير المؤمنين، الراجل يعني اتعبت الرجل. فراح عمر الخطاب بص العربية قال له هو ده اللي انت بتعمله؟ ده انا بيوصل لي ان الناس بتقف طوابير على بابك عشان توصل لك وتشتكي. فقال له هو ده. فقال له سيدنا عمر، قال له معاوية بن أبي سفيان انت بتعمل كده ليه؟ فراح معاوية بن أبي سفيان قال كلمة خالدة هتميز العصر اللي هو كان ماسك فيه، نحن بأرض جواسيس العدو بها كسر، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبه، فإن هيتان انتهيت، وإننا في بلاد قد اعتادت على أبهة وفخامة ملوكها، فإن رأوا منا ما دون ذلك احتقرونا. يعني لازم يبقى فيه عمران معين، ولازم يبقى فيه فخامة معينة، ولازم يبقى فيه حرس معين. عمر الخطاب قال له والله لئن كنت صادقا فهي حجة قريب، وإن كنت كاذبا فهي خدعة لبيب لا أمرك ولا نهاك. وفي واحد كان معترض جدا على معاوية بن سفيان وكان حارب ضده في حرب، وبعد كده إيه قال لهم خش دخلوا لي. هو راجل عربي كبير أوي كان شاف الخيمة، فلما راح قصر معاوية بن أبي سفيان لقى الحرس وشاف الموكب، وشاف دخل لقى موكب تاني ولقى حرس، دخل لقى واحد تاني، وهو أول ما دخل على معاوية بن سفيان هو كان بيكفره بره، أول ما دخل السلام عليك يا نبي الله، نسي. دي من ضمن القصص يعني التي تروى.
فالعمارة الأموية دي كانت بداية التطور في العمارة، إنما العمارة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسيطة جدا، المسجد بنى بسيط، والعمارة على عهد سيدنا عيسى، أو لو أنت خدت الفكر بتاع سيدنا عيسى بسيطة جدا، وسيدنا موسى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له نبني لك المسجد قال ابنك عريش موسى، قال هو معرش موسى؟ قال اذا وقف راسه دي تخبط في الجليد بتاع النخل ما تعملوش حاجه وبها. فبنى المسجد ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بالجمل، فهم كل الناس عايزين ياخدوا الجمل، فقال لهم لا 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 خلوه، هي مأمورة تقف في مكان معين. فراح لمكان لاثنين من الانصار سهل وسهيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انا عايز يعني الناقه بركت، فقال انا عايز المكان ده، فقال له خده دي، قال لهم لا لازم اشتريه، وراح منظف المكان وشال منه القبور نقلها لمكان اخر وراح منظفه ودي من ضمن الحاجات، يعني ما فيش حاجه اسمها المسجد ناخده بالعنوه، احنا بنبني حاجه لربنا فلازم يكون طيب ولازم نشتريه. المسجد كان ليه 3 ابواب، باب في المغفره وباب الرحمه وباب الرسول صلى الله عليه وسلم بيدخل منه، والاعمده بتاعت المسجد كانت من جذوع النخل والشجر وسقفه من الجليد. وده كان يعتبر اول عمل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو بنى المسجد، وما بناش المسجد اللي يرهق الميزانيه بتاعت الدوله. تمام، يعني احنا معترضين على ان انت تبقى عندك ناس فقراء وتبني مسجد بشكل مبالغ فيه، لا انت اكل الناس دول، ده ربنا يحاسبهم عليك ايا كانت ديانتهم، حتى لو ملحدين ربنا يحاسبك عليهم، اكلهم وبعد كده ابني بفخامه، يعني في تقول لا احنا عايزين مثلا نبني مسجد، ابني مسجد بسيط جدا، ارض واسعه وابني فيها وحط بس كام حصيره وخلاص، مش مطلوب منك ان انت تجيب نجفه من التشيك والحاجات دي كلها. واتبنى المسجد وتم هو اتبنى ب3 طرق، يعني اتبنى مرة وبعد كده تم التوسعة وبعد كده تم التوسعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات. أول مرة بطريقة اسمها الصميت، يعني طوبة قدام طوبة ولبنة قدام لبنة، والتانية بطريقة اسمها الدفرة اللي هي لبنة ونص في عرض الحائط، والتالتة اللي هي الأنثى والذكر لبنتين بتعرض عليهم لبنتين آخرتين. ففي كذا اسلوب من البناء، مفيش حاجه اسمها الاسلوب ده هو ده اللي هنبني بيه لان هو ده الاسلوب في الاسلام، لا 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 الاسلوب مسموح بيه، المهم ان احنا نكون نتفق عليه ونشتغل بيه، مفيش حاجه اسمها هي دي. والاناره دي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى المسجد بليل منور، فسال مين؟ قالوا ده في واحد من الصحابه اسمه تميم الداري هو اللي اسرب الاناره، فدعاله ان ربنا ينور القبر بتاعه، وشجع ان حد يبدع حاجه في العماره، ان هو يعمل حاجه جديده ما فيش اي مشكله فيها، ابدع زي ما انت عايز في امور الدنيا، انما في امور الدين لا توقف، ما تسلفش حاجه من عندك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش في امور الدين، عندك امور الدنيا برتح فيها براحتك وروح يمين وروح شمال، ابدع فيها حاجه كويسه تساعد الناس، انما ما تبتدعش في امور الدين. فزي ما انت شايف العماره في العهد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقصود بها البساطه، كان مقصود بيها ان انت تعمل ابسط حاجه ممكنه. تمام، ما كانش فيها ان احنا عايزين حاجه فخمه، بدات في عهد الدوله الامويه موضوع ان احنا عايزين نعمل قبه الصخره وتبقى من الذهب وتبهر الناس والحاجات دي كلها. انا مره كنت بتكلم مع واحد بريطاني ويعني اسلم لما وريته بساطه الاسلام، ان الاسلام بسيط جدا، ان الاسلام ما فيهوش التعقيدات وما فيهوش الصعوبه، لا ده حاجه فطره وحاجه بسيطه جدا ومش مطلوب منك، يعني بالعكس يعني من علامات الساعه زخرفه المساجد وان الحاجه تبقى مبهجه تلفت الانتباه وتخلي الواحد ما يركزش في الصلاه.